طبعا الاختبار ذا اكزام اوكي ويل بي ذا لاست ون، يعني هذا الاختبار اللي ان شاء الله اللي هيكون باذن الله هيكون يوم الاثنين القادم الساعه 1. طيب ان شاء الله يكون يوم الاثنين القادم الساعه 1 الظهر، الساعه 12 سوري الساعه 12 الظهر. وهقول لكم ليش الاختبار هذا طويل شويه، ياخذ وقت، خليه 12 ونص. ايش رايكم؟ ممكن الساعه 12 ونص عشان يكونوا كل البنات صحيح. طيب ان شاء الله الاختبار يكون يوم الاثنين الساعه 12 ونص. هاي بنا تيتشر الاثنين اللي جاي. ايوه الاثنين اللي جاي الساعه 12 ونص. اسمعوا الاختبار هيكون فيه اشياء جديده عليكم ما شفتوها في الاختبارات اللي من قبل، يعني بعض الأجزاء. ليش؟ هذه الأجزاء أصلاً أنت مفترض بيكي أنك هتشوفيها في الاختبار، فأنا عشان أدربك فكل مرة في كل اختبار بحط لك جزء شكل جديد. مرة أنا الاختبار اللي فات حطيت لكم comprehension قطعة وعليها أسئلة، وبعدين grammar rewrite the sentence عيدي كتابة الجملة، وتشوز اختاري. تمام؟ المرة هذه هيكون في حاجة اسمها orthography، اوكي، اللي هي مثلا اجيب لك like this. خليني ابدأ جزء جزء. اول حاجة هيكون في writing، هذا الاختبار هيكون في writing، عشان كده انا همدد وقتي، يعني ما هخلي مدة الاختبار ساعة، لا هزود شوية، عشان كده قلت الساعة 12 ونص. ساعة ربع؟ لا لا ساعة. لا 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 خليه ساعة ونص او ساعتين الا ربع، لا يعني هعطيكي وقت زيادة عشان هو في طاقة، هعطيكي وقت زيادة هزود وقته. هيكون في رايتنج طبعا. أنا actually I choose the easiest writing in your book، اخترت أسهل يعني قطعة كتابية في كتابي اللي هي في unit 1 expressing opinion about anything، يعني مثلا أقول لك اكتبي لي رأيك عن الكمبيوتر. ليش هو مهم؟ ايش الادفانتج حقته؟ ايش يعني مثلا انا اقول لك انه الكمبيوتر is important in our life today because we could watch movie, we could play games، صح؟ store photos and folders in the computer، going to the internet searching for books، صح ولا لا؟ كلام كثير. فهتكون القطعه اكتبي لي your opinion عن الكمبيوتر. تمام؟ طيب انا اجيب من فين كلمات او ابدا كيف ولا ايش اسوي؟ اهو شايفه البوكس اللي لونه بلو، البلو الفاتح هذا، هذا هو جدا مهم. ايش المهم فيه؟ انه لما تيجي تبداي، لما تيجي تبداي لستنج بوينت، اول شيء تكتبي في اول حاجه ذا كمبيوتر أو زي كده. في هذه القطعة nowadays a great number of people use mobile phones personally. ممكن تقولي nowadays a great number of people use وتشيلي كلمة كمبيوتر وتكتبي personally. تشيلي mobile phones وتكتبي كلمة كمبيوتر بدالها. يعني تقدري تاخذي من هذا الكلام وتحطيه في الكمبيوتر. هنا لما تيجي تبدي رأيك تقولي in my opinion in my view I think I believe زي كده. طيب عندي بوينتس، ابغى مثلا اقول انه اولا الكمبيوتر مهم في حياتنا، ثانيا الكمبيوتر نقدر نلعب عليه، ثالثا نقدر نتفرج عليه افلام. هنا اهو firstly او first of all in addition finally في النهايه secondly ثانيا، هذه كلمات استخدمها اهو. شايفه هنا expression اهو، شايفه كمبيوتر كان هيلب بيبل اورجنايز ذير ورك. انا جبت لك القطع عن الكمبيوتر عشان تقدري تاخذي افكار من الكتاب. ها if you're staring at a screen many hours can be very harmful to your eyes، انه لو جلست قدام شاشه الكمبيوتر كثير ممكن تضر عيونك. كمبيوتر ار يوسفول مفيد because as a student انت كطالبه you need a computer to attend the class، صح ولا لا؟ عشان تقدري تحضري الحصص.
الفيرتشوال كلاس اللي هي الحصة الافتراضية، أو تقدري تكتبي الواجبات للتيتشر. فعندك هنا أوكي عندك هنا أهو في أي computer can people organize their work so they can work fast. In my view, staring at the screen for hours can be very harmful to the eyes. Personally, I believe computers are useful. تمام؟ تقدري تكتبي هذا السبب. طيب ممتاز، هذا كده أول بارت، أول بارت هتشوفيه الرايت. أيوة، ومكتوب إنه لا يقل عدد الكلمات عن 60 كلمة. يعني اللي 60؟ أيوة، اللي هتكتب لا تكتب لي أقل من 60، هعد الكلمات. انتبهي. لا تكتبي أقل من 60 كلمة. أوكي. طيب يا تيتشر أنا لازم أعد الكلمات في الاختبار؟ لا يا قلبي. السطور. السطر لو فيه 10 كلمات إذا أنا محتاجة منك 6 أسطر، 6 في 10 ب 60، فهمتي علي؟ أيوه. طيب ممتاز، إحنا طبعاً اختبارنا هيكون على يونت 4. فافتح يونت 4 معايا. في جزء ثاني في الاختبار جديد عليك، خليني أشرح لك. الآن على سبيل الافتراض، ايوه الان مثلا انا في الراوند اب عندي هذه الان مثلا انا في الراوند اب عندي هذه الكوميونيكيشن عندي هذه الكوميونيكيشن تمام اوكي كوميونيكيشن بارت جاست بليز طيب انا كيف اجيبها لك هتشوفيها في الاختبار مثلا زي كده نفس الطريقه وفي سبيس في 1 وفراغ و2 وفراغ و3 وفراغ و4 وفراغ بس ما هتقدري تكتبي الحرف المناسب اللي هو الفريز المناسبه جنب ال1 وال2 وال3 جنب النمبر فايش اجيب لك انا كحل لهذه المشكله اجيب لك معايا موجودين اجيب لك زي كده 1 وحروف تمام according to the text above match the blank number هذا البلانك اللي كلمه بلانك يعني الفراغ with the right phrase letter هيكون phrase letter في حروف تمام let me share the screen ثاني اللي هي حقت الكتاب اهو الحروف A B C E F وعندك 1 ايوه 2 3 فانت تكتبي مثلا تقولي والله 1 تاخذ الاختيار مثلا هنا تقولي والله 1 تاخذ الاختيار B تمام مثلا تقولي والله تيتشر 1
تاخذ الاختيار بي، اذا انا احط نقطه عند بي. والله 2 تاخذ الاختيار اي، احط نقطه. والله 3 تاخذ سي، والله 4 تاخذ بس. تمام. فبالنسبه للسؤال هذا واضح؟ ايوه. هذا بالنسبة للسؤال ده اللي هو الكوميونيتي. طيب عندك سؤال ثاني يجيكي اسمه اورتوغرافي، اللي هو ايش يا تيتشر؟ اللي هو انا مثلا اجيب لك صورة، خليني اطلع صوت عند اي صورة. مثلا هنا اجيب لك صورة، خلينا بس مثلا ايوه مثلا هذه الصورة missing a flag، وأقول لك rewrite the sentence، عيدي كتابة الكلمة النفس. أجيب لك مثلا كده، أنا أجيب لك الكلمة كده، أكتب لك مثلا flight f l space g h t، أنا أبغاك تحطي لي I. طيب الاختبار هنا عشان إلكتروني ما تقدر تحطي I قدام الكلمة، فأنا كتبت أعيدي كتابة الكلمة بعد ما تكتب الحرف الناقص. فأنت هتلاقي الصورة، هتلاقي الكلمة كده فوق الصورة، الكلمة موجودة هنا مثلا this is، خلاص هتلاقي الكلمة موجودة فوق الصورة كده مكتوب مثلا one this is flight، flight هي لناقص. وانا ابغاك تعيدي كتابه الكلمه نفسها اللي ناقصه حرف، انت تكتبي لي فلايت لايك ذس، تحتها هتلاقي سبيس وانت تكتبي الكلمه كلها كامله بعد ما تحطي الحرف، تكتبي لي فلايت. تمام؟ وضح هذا السؤال؟ طيب ايوه. طب ممتاز جدا. في كمان مثلا اجيب لك كلمه ناقصه حرف واجيب لك حروف اختاري منها. مثلا اجيب لك كات واشيل الحرف التي واحط لك الاختيار الاول تي ولا سي ولا بي، فانت بدك تختاري اول واحد تي. ايش في ثاني؟ اللي هو الميسنج ليتر، انه يكون في حرف ناقص. ايوه بس هذا بالنسبه للاورتوغراف. في مثلا اجيب لك، ايوه لما اجيب لك في الاختبار ري رايت سنتنس، اعيدي كتابه الجمله، اعيدي كتابه الجمله، اذا تعيدي كتابه الجمله كامله، لا تكتبي لي اجابه مختصره، ممنوع. الاجابات المختصره ممنوع. فكي الراوند اب عشان هأشر معاك المهم اللي تذاكريه فيه، عشان ما تضيع وقتك في انك تذاكري اشياء ما هتشتريها. Teacher, yes. In the communication, we yes. will listen. لا لا ما في استماع. Paragraph. لا لا ما. Don't worry, ما في. تلاقي paragraph موجود. يعني أنا هقرأه. أيوة من الكتاب. هو من الكتاب، ما أجيب لك شيء من برا أصلاً. تمام. افتحوا راوند اب
مثلا عندك هنا المهم في هذا كله اللي تذاكريه تحفظيه زي اسمك نمبر 5 and نمبر 6 مكتوب revise the sentence using indirect question تمام باستخدام مثلا نجيب لك حولي من direct question ل indirect question and use can يعني حولي من سؤال مباشر الى سؤال غير مباشر باستخدام كان هيكون كده الحل Can you tell me where is the library? ولا تنسي علامة الاستفهام ترى عليها درجات. علامة الاستفهام عليها درجات. طيب ماشي اذا انا قلت 5 و6 فيها كويس وزين زي اسم طب الثاني يا ربي عندي هنا في هذا الاكسرسايز اللي مره مره مهم عندك 3 و4 9 مره مره مهم طيب هنا نفس الكلام rewrite the sentence using reported speech direct speech في reported speech تتذكروا انا شرحت لكم الدايركت اللي هو الكلام الموجه من شخص لشخص من نفس الشخص اما reported انا ببلغ عن شخص مثلا انا سمعت شخص بيتكلم فرحت قلت والله انا سمعت هذا يتكلم تقول كذا like this اوكي ايش في المهم يا تيتشر؟ عندي هنا تقريبا نمبر 3 نمبر 3 طيب هذا بالنسبه للراوند اب يعني كده اشرت معاكي الراوند نطلع لدروسنا من اول 4A من اول ليسون 4A اول ليسون 4 طيب عندك هنا لسن 4A طبعا الريدنج ما عليك ما تقري ولا تستفيدي منها شيء ولا تضيع وقتك في المذاكرة بس كده هذه الصفحة كلها بصبرة هذه 4A اهي كلها بصبرة سكيب ما عندك فيها حاجة مهمة ابدا نيجي للمهم هنا الجرامر هذا البوكس ذاكري مهم شوفي انه سو بلس ادجكتيف او ادفيرب زائد ذات وادي الاكزامبل اللي عليها نفس الكلام such معها اي او ان adjective زائد النون زائد ذات وهذا الاكزامبل اللي عليها لو نلاحظ هنا so يجي بعدها boring ing وبعدين ذات such يجي بعدها ا او ان اذا so ما في لا بعدها لا ا ولا ان اهو وعندي كلمه exercise عليها was such a big cake. If we had such a good time. تلاقي إنه such جاي بعدها a. قول such جاي بعدها a. Such a nice food. لكن شايفة so لا مثلا بعدها much. So delicious. So well. So good. فأنت بهذا الاكسرسايز كمان مهم معك. نيجي هنا هنا عندك نمبر 4 enjoy feel enjoyable enjoy enjoyable حط A E L E في الأخير طيب وعندك نمبر 2 إذا نمبر 2 ونمبر 4 نروح للصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها
ايوه عندك هذا البوكس لو تتذكري اللي اخذنا منه كلمه، هذا جدا مهم. عندك one it's a good laugh يعني it's fun، هذه معناها. لما اقول لك what is the meaning of it's a good laugh معناها it's fun. don't talk nonsense يعني stop saying silly things. تمام. steer clear of avoid. تمام. خلاص 1 و 2 و 3 هي المهمة. روح للي بعد. هنا البكار نفس الكلام، شايفة الكلام المؤشر بالغامق this is bold word like this. هذه هي المهمة اللي أنا أبغاك إني تذاكري. عندك 1 و 3 و 4 1 و 3 و 4 هي المهمة. 1 معناها دي pass the time، إذا لما spend is free time يعني pass time. 3 take your time يعني don't be hurry، لا تستعجل. ما أقول لك take your time يعني لا تستعجل. make time before will be be يعني find time to do something. بس إذا عندك 1 و 3 و 4 هي المهمة. الريبورت سبيتش أهو، أقول لك حولي من دايركت سبيتش إلى ريبورتد سبيتش. هنا الدايركت، هنا الريبورتد. شايفة كلمة ريفايد ذا سنتنس يعني أعيد كتابة الجملة كلها. يوزينج ذا فيرب جيفن، استخدام الفعل المعطى. مثلا أعطاك فعل، عندك هنا أعطاك فعل أصل، فأنت هتكتبي هنا ذا فارمر asked with ed asked yes Darren to help him to help him him عائد على الفار okay feed the horses. إذا number one يعني هي المهمة جدا. وعندك كمان number one طيب نروح للصفحة اللي بعدها. عندك هذه مهمة الصورة، ممكن أجيب لك الصورة وتحتها كلمة ناقصة حرف. فهمتي علي؟ وأنت تعيدي كتابة الكلمة كلها كاملة مع الحرف اللي المفروض تحطيه. عندك هذه مهمة وهذه مهمة حقت ستون بيرن. و وهذه مهمة. هذه ثلاث صور اللي تريدي ما نبغاها. ده مهم جدا، ده مهم جدا. نجيب لك كلمة بولايت، أجيب لك الكلمة بس لحالها سادة كده بولايت. أقول لك اكتبي لي the opposite of the given word، the opposite يعني العكس. بولايت يعني مؤدب، إن بولايت يعني غير مؤدب. فأكتب لك write the opposite of the word given، اكتبي لي عكس الكلمة المعطاة لك. فأكتب لك possible ممكن، تقولي والله impossible يعني غير ممكن. تمام؟ تمام. هذا البوكس بس بعد كده ما في شيء، نروح للصفحة اللي بعدها. هنا أبغاكي تعرفي، أبغاكي تعرفي هنا من هذا الفوكاب كيف تذاكري؟ تعرف المعاني. ويف يعني يلوح بيده، زي لما تيجي تقولي لصاحبتك باي باي مع السلامة، تسوي لها كذا بيدك. تمام؟ عندك ايش تاني؟ هج يعني احضان. تمام؟ زي كذا، هذا رجال كبير يحضن ولده. مثلا عندك ايش تاني يا ربي؟ شيك هاند، السلام باليد. طيب؟ كيس مقبل يبوس، يعني هذا يبوس هذا وكذا. طبعا ممنوع عشان عندنا اهتمام. اوكي. نودد، ايوه.
لما اقول لك يا جمانه موافقه فانت تاشري براسك بدون ما تتكلم، تقولين تسوي كده براسك فوق وتحت انه ايوه موافقه. هذه هي نودل. بو اللي هو الركوع، شفتي هذا وهذا الرجال جالسين يركعوا لبعض، الانحناء ده اليابانيين يسووه. بوينتد يأشر. لما مثلا انا اكون واقفه اقول لك اوكي ذيس از ماي براذر هو ستاندينج ويتينج فور ذا بس، واشر عليه بوينتد. واخر واحده سمايل ابتساع، هذه ما يحتاج. هنا تمام. هذا الاكسرسايز جدا مهم، اجيب لك الكلمه اللي هو الديفينيشن التعريف حقها، واقول لك وات از ذا مينينج اوف موف سمثينج تو اير بوزيشن، واجيب لك اختيارات واحده صح والثانيه غلط. فانه احرك شيء لمكان مرتفع معناها ريز يرفع. The part of your face above your eyes and forehead. Forehead. مثلا ممكن حتى اجيب لك كلمه forehead واشيل منها حرف واقول لك اكتبي لي الحرف الناقص. مثلا ايش عندك ثاني؟ ايوه عندك هذا offend to be rude or unpleasant to somebody يعني اهانه. فهمتي علي؟ كان عندي 1 و 2 و 6 و 7 1 2 6 و 7 طيب. نروح للصفحة اللي بعدها. مثلا هنا عندك هذا هو. هنا الصفحة هذه ايش مطلوبة؟ من دايركت كويتشن لاندايركت كويتشن. مش كان عندنا دايركت سبيتش واندايركت سبيتش؟ يعني كلام مباشر وكلام غير مباشر. هنا سؤال مباشر وسؤال غير مباشر. هنا الدايركت كويتشن اهو how much does it cost. لا ننسى انه اول حرف يجي كابيتال وفي اخر السؤال نحط علامة استفهام. نستخدم هنا الاسلوب المحترم. Can you tell me or would you please inform me how much it costs? ولا أنسى علامة الاستفهام. طيب this is only المهم. خلصنا لا شيء. إذا اللي أنا الله يعافيك. إذا اللي أنا أشرت عليه ده هو اللي يعني شدد عليه مرة. لا تخافوا من الاختبار، الاختبار وقته طويل جدا، انت تخلص تمام؟ حيكون الساعة 12 ونص إن شاء الله. يعني حتى لو تأخرت، لا حتى لو تأخرت ونزلت لك واحد الساعة واحدة حاعطيكي وقت زيادة، عشان أنا حاسبة وقت الرايتنج. طيب تمام؟ لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال في الجروب ما عندكم مشكلة. ماشي خلصنا يلا تقدر تجيب. شكرا يا بنات. شكرا العفو. يلا مع السلامة. مع السلامة.